يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة؟ نعم، ما حكم التلفظ بالنية عند الصلاة؟ وماذا يقول الإمام؟ لا يجوز التلفظ بالنية في العبادة. تقول نويت أن أصلي، نويت أن أتصدق، نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، هذا شيء لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله ولا أمر به، والله يعلم النيات ولو لم تتلفظ. لا، أتعلمون الله بدينكم؟ الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. فلا تتلفظ بالنية، أخلص النية في قلبك والله يعلمها سبحانه وتعالى. نعم.